السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن موعد مباريات دوري ابطال افريقيا دور الذهاب دور الـ32. طبعا هنتكلم ايضا عن توقعاتنا للمواجهات القادمة ان شاء الله. لكن قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل، يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة وتعمل اعجاب لو الفيديو عجبك. طبعا هنتكلم عن الاندية العربية واندية شمال افريقيا فقط لا غير، ومش هنتكلم عن الاندية الافريقية لان يعني ما تهمناش بدرجه كبيره. لكن خليني اقول لكم سريعا ان فريق بيترو اتلتيكو هيحقق الفوز، وميلودي سان داونز هيحقق الفوز. المباراه اللي بعدها هتكون مباراه الزمالك وفلامبو البروندي. انا اتوقع طبعا فوز الزمالك بنتيجه كبيره ان شاء الله. الزمالك في مباراه الذهاب اللي كانت في مصر ايضا والاياب هتكون في مصر، الزمالك في مباراه الذهاب كان مستسهل المواجهه شويه، لذلك فاز بنتيجة 1-0 فقط. اتوقع يعني هيفوز 3-0 في مباراة الاياب ان شاء الله على فريق فلامبو والبروندي. المباراة اللي بعدها مباراة شباب بلوزداد وديجوليبا المالي، هتكون يوم الجمعة الساعة 7:30 بتوقيت الجزائر. انا اتوقع ان شاء الله باذن الله ان فريق شباب بلوزداد هيحقق نتيجة الفوز 2-0 او 3-0، لان فريق ديجوليبا المالي يعني فريق متوسط وفريق شباب بلوزداد اقوى بكثير جدا. والمباراه اللي كانت في مالي انتهت بنتيجه 2-1 لديجوليبا، لكن الاجواء هناك كانت صعبه وكلنا نعرف الظروف يعني في افريقيا في منتهى الصعوبه. يوم السبت عندنا طبعا ايضا مباراه الاهلي والاتحاد المونستيري الساعه 6 بتوقيت مصر. طبعا المباراه هتكون قويه جدا، والاهلي فاز على الاتحاد المونستيري في تونس في اخر دقيقه بنتيجه 1-0. يعني اتوقع فوز الاهلي في القاهره بنتيجه 2-0 مثلا على الاقل، يعني لان الاهلي طبعا واضح ان في فوارق امكانيات ما بينه وبين الاتحاد المونستيري، فانا اتوقع تاهل الاهلي واتوقع ايضا تاهل فريق مازيمبي. عندنا مباراه الترجي التونسي وبلاتيو يونايتد. طبعا يعني فريق الترجي التونسي اتوقع انه هيفوز بنتيجه 2-0 وهيتاهل على حساب فريق بلاتيو، لان الترجي متمرس في هذه المباريات. والمباراه هتكون الساعه 5 طبعا بتوقيت تونس. المباراة اللي بعدها هتكون ما بين الاهلي طرابلس والمريخ السوداني، هتكون مواجهة قوية جدا في ليبيا. المريخ فاز في مباريات الذهاب، الاهلي طرابلس محتاج فوز كبير على فريق المريخ. اعتقد المواجهة هتبقى صعبة جدا، لكن انا اتوقع تأهل المريخ لان المريخ حقق نتيجة جيدة هي 2-0 في الذهاب، لذلك اعتقد مهمته هتكون اسهل من الاهلي طرابلس. المباراة اللي بعدها هتكون ما بين الرجاء البيضاوي وجمعية نيجيليك، هتكون الساعة 6 بتوقيت المغرب. يعني اتوقع ايضا فوز الرجاء بكل سهولة، لان الرجاء طبعا فوارق امكانيات ما بينه وبين هذا الفريق كبيرة جدا، وان شاء الله يتأهل الرجاء. المباراة اللي بعدها هتكون ما بين شبيبة القبائل وفريق كارا، يعني هتكون الساعة 7 بتوقيت الجزائر. ان شاء الله شبيبة القبائل حقق نتيجة ايجابية جدا على ارض وملعب فريق كارا. يعني اتوقع ايضا في مباراة الاياب ان شاء الله هتكون 2-0 او 3-0 لشبيبة القبائل، لانه الحقيقة ظهر شخصية قوية جدا في مباراة الذهاب، لذلك اتوقع تأهله لدور المجموعات. ويوم الاحد هتكون عندنا مواجهة ما بين الهلال السوداني ويانج افريكانز، مواجهة هتكون في منتهى الصعوبة، هتكون الساعة 8 بتوقيت السودان. لكن انا اتوقع طبعا تأهل الهلال السوداني، لان في الفترة الاخيرة اكتسب خبرة كبيرة في افريقيا، ودايما الهلال السوداني بيشارك في دور المجموعات، لذلك انا اتوقع واتمنى ان شاء الله تأهله لدور المجموعات. المباراة اللي بعدها هتكون ما بين الوداد الرياضي وما بين دولفين بورت هاركورت، يعني اندية طبعا مجهولة بالنسبة لنا. المباراة هتكون الساعة 8 بتوقيت المغرب، ان شاء الله باذن الله يتأهل فريق الوداد على حساب فريق دولفين، وان كان الوداد حقق نتيجه سلبيه في الذهاب، لكن الاياب في المغرب طبعا هتكون الامور جيده جدا، وان شاء الله باذن الله يحقق الوداد فوز مرتاح وبارتياح بامر الله. يعني انا شايف ان فريق حوريه كوناكري الكيني هيتاهل ايضا، وفريق فيتا كلوب هيتاهل، وسيمبا التنزاني هيتاهل، وفيتا كلوب هيتاهل ايضا على حساب فريق رايال كلوب. طبعا بس لحد هنا تكون نهايه الفيديو، كده قلنا توقعات وتوقيت المباراه. ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق والتاهل يبقى من نصيب انديه شمال افريقيا من الانديه العربيه. وفي نهايه الفيديو انا بشكركم والسلام عليكم.